أفلام فواز تقدم أضخم إنتاج سينمائي عرفته الشاشة العربية. عنتر في بلاد الرومان. اضرب ولا انت خايف انك ما تشوفش وش عبلة ابدا ابدا؟ عبلة وين؟ ما تنساش انه عندي شروط مقابل اطلاق سراحها. يا لعينة بطولة محمد المولى، سيلفانا بدرخان، عبدالله فواز، سيد المغربي، والمطرب الكبير توني حنا، بالاشتراك مع ابطال السينما الاوروبية عبلة، ماركوس، ميسالينا، تيودورا، وحشد كبير من الممثلات والممثلين. حداي حداي غزل الحي ورد على المي تيملي وجد السير عشان حضري صباح الخير ما قلي. حداي حداي غزل الحي ورد على المي تيملي. عنتر حيحضر فعلا لكن من غير معارك ولا مشاكل، وحيسلمني نفسه زي النعجة. قصة وسيناريو سيد المغربي، توزيع أفلام فواز، إخراج أرهان مراد وسمير الغصيني.